يذهب مع هجن الرياسة وبقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ومع غارة وإنتاج الرياسة هنا أيضا الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان يتوج المجازف مع كأس الكؤوس وهذا هو كأس غارة. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز. يأتي أيضا دور الجعدان وبندقية الجعدان مع ملبي لهجن الرياسة أيضا بقيادة المضمر الظافر علي بن يمي اللوهيبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدم ملبي في هذا المساء الجميل الرائع والمميز. هنا المضمر المجازف، مضمر غارة والمضمر الظافر، مضمر ملبي أيضا يتوجون